السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم في حلقة هذا اليوم عن آخر التطورات في مجال الأمراض القلبية. طبعا هناك تطورات حدثت في تصنيف الأدوية الأمراض القلبية من ناحية الإصابة، من ناحية التصنيف. طبعا مريض الضغط أكثر تعرضت تصنيفات كثيرة، إنه الضغط ما قبل الضغط وما قبل الإصابة وما بعد الإصابة والضغط المثبت. تصانيف كثيرة حدثت في مراحل أخيرة على الأدوية، من ناحية أصبح الطب كما تعلمون أصبح طب تجريبي، لم يعد فقط طب مخبري. من ناحية تطورات أخرى حدثت كثير في وسائل التشخيص، وهي شغلة مهمة جدا. وسائل التشخيص حدثت على أجهزة التصوير كأجهزة الإيكو دوبلر والأجيال الجديدة والثري دي والفور دي، وكتشخيص أمراض شرايين القلب والشرايين المحيطية. مثل ما تكلمنا صار عنا الآن السيتي أنجيو، أصبح المالتي سلايد. طبعا جيل بعد جيل عم يكون أكثر دقة وأكثر يقينية في تشخيص حالات المريض. طبعا القسطرة التشخيصية نفسها اللي كان المريض يخاف منها أصبحت أكثر تطورا من قبل وأسهل إجراء على المريض. صار المريض يجريها عن طريق اليد وعن طريق الشريان الكعبري، ولم يعد يجريها عن طريق الشريان الفخذي. طبعا وأصبحت أكثر أمانا من قبل، أصبحت الخبرة فيها أكبر. من ناحية العلاج وهو الأهم، أصبح هناك أدوية كثير حديثة طرحت في السنوات الأخيرة، سواء لارتفاع التوتر الشرياني أو لتوسيع الشرايين المصابين بنقص التروية القلبية. الأكثر تطورا حدث هو في التداخلات القلبية أو الانترفينشن كارديولوجي. طبعا أصبحت الحاجة لعمليات القلب المفتوح وللجراحة قليلة جدا بفضل هذه التطورات. صارت أصبحت معظم الشرايين حتى الشرايين المغلقة من سنوات عديدة، إن كان هناك فائدة من فتحها فسنستطيع أن نفتحها. في تقنية أصبحت تقنية CTO اللي هي الكرونيك توتال أوكلودد للشرايين المغلقة من فترة طويلة، أصبح نستطيع أن نفتحها، أصبح لها أسلاك خاصة بمواصفات معينة، أصبح هناك طريقة تصوير داخل الشرايين، تقنية الآيفوس، تقنيات أخرى جديدة، أصبح نستطيع أن نرى الشرايين بالكاميرات. هناك طريقة توسيع أيضا حدثت في الروتابليتر، وهي عن طريق الحفر والامتصاص، طريقة الليزر. كل هذه طرق علاجية أصبحت حديثة وتتنافس الشركات شركة وراء شركة في تحقيق ثورة في هذا الموضوع. طبعا كما تكلمنا أصبحت كمان أصبحت أجيال جديدة هناك من الشبكات أو الدعامات. هناك جيل حاليا يدرس وهو جيل نتائجه ما زالت حتى الآن مبشرة جدا، هي الشبكات أو الدعامات الممتصة، والتي هي شبكات ستختفي بالكامل بعد سنة أو بعد أقل من زرعة، وتتيح مجال أكبر في الزرع وخيارات أكبر في العلاج. طبعا حتى في أمراض الدسامات والصمامات القلبية أصبحت كثير من أمراض الدسامات تصلح عن طريق القسطرة، حتى أصبحنا نستطيع بتقنية التافي زرع صمامات كاملة واستبدال صمامات كاملة عن طريق القسطرة. ولم المريض في مرضى كثير لا يستطيعون إجراءات عمليات قلب مفتوح، في مرضى يرفضون عمليات القلب المفتوح، في هناك مرضى عندهم عوامل خطورة في عمليات القلب المفتوح، فهؤلاء أصبح لهم خيار آخر وهو تصليح هذه الصمامات عن طريق القسطرة. صمام بالكامل يبدل عن طريق القسطرة. طبعا نفس الخيارات أصبحت متاحة للشرايين السباتية ولشرايين الطرفين السفليين. الحالات كثيرة كنا نحولها إلى البتر أو إلى العلاج المزمن الدوائي للقرحات الطرفين السفليين، أصبح نستطيع بوجود تقنية CTO وتقنية الروتابليتر فتح هذه الشرايين وإتاحة فرصة للمريض الابتعاد عن البتر والجراحة. هناك تطورات دائما كثيرة، التطورات في الأمراض القلبية تداخلية يوميا، هناك شيء جديد كل 4 أشهر أو 5 شهور هناك ثورة جديدة. إن شاء الله بفضل هذه الثورات المريض لن يصبح بحاجة أبدا إلى عمليات القلب المفتوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.